Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vous remercie sincèrement de... شكرا جزيلا معالي الوزير، أشكركم على استقبالكم الحار، أشكر كذلك سيادة الرئيس السيسي الذي شرفني واستقبلني هذا الصباح. وبالتالي أنا أبدأ هذه الجولة الإقليمية في القاهرة، وسوف أكمل هذه الجولة في الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، لبحث عن وقف إطلاق النار. بدأت جولتي هذه بمصر لأنكم بلد كبير ولأنكم شريك أساسي في هذه المنطقة ولأنكم شريك أساسي لفرنسا في هذه المنطقة، لأن فرنسا معنية مباشرة بآثار هذا النزاع الدائر في الشرق الأوسط، ولأن مصر طرف فاعل أساسي لإيجاد حل. فعندما نتكلم معكم نلاحظ أننا متفقين، وأود هنا أن أؤكد أمامكم على أمور ثلاثة. أولا، يمكن لمصر أن تعتمد على دعم فرنسا الكامل من أجل استقرارها وأمنها، تكلمنا عن هذا الموضوع معا، وكذلك مع سيادة الرئيس تناولنا أثار الحرب في غزة على الحدود المصرية. أنتم قلقون بسبب ترحيل القسرية للسكان وخطر أن يطال ذلك الأراضي المصرية. نحن نفهم قلقكم، وموقف فرنسا ثابت في هذا الموضوع. سوف ندين وسوف نرفض أي عمل يذهب في هذا الاتجاه. نحن مثلكم قلقون للقصف الإسرائيلي في رفح. هناك أزمات أخرى تعانون من أثارها على حدودكم، نحن ندرك تماما ذلك. لقد تكلمنا عن التوتر في البحر الأحمر، انعدام الاستقرار في السودان، التوتر في ليبيا، وطبعا لا ننسى أثار العدوان الروسي في أوكرانيا. وأخيرا أذكر بأننا لا نزال ملتزمين إلى جانبكم من أجل الاستقرار الاقتصادي المصري على صعيد ثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية. نحن وكذلك الدعم الذي قدمته فرنسا لمصر في صندوق النقد الدولي، هذا هام ونحن نعرف ذلك، وسوف نستمر في مواكبتكم لتنفيذ الإصلاحات ودعمكم في هذه العملية الجارية. أود كذلك أن أؤكد لكم أننا على استعداد لمواصلة وتعزيز التنسيق الإنساني لمصلحة المدنيين في غزة. جهود مصر وخاصة جهود التي يبذلها الهلال الأحمر المصري جهود متميزة، وأود أن أحيي المنصة اللوجستية التي تم إنشاؤها في العريش، وفرنسا تساهم بذلك، وهذا يبين كم أن جهودنا المشتركة مثمرة وعملية. لقد كنتم أيضا ملتزمين بقوة إلى جانبنا لتسهيل إيصال المساعدة الفرنسية الإنسانية بحرا وجوا. لقد أوصلنا أكثر من 2000 طن من المساعدة وأيضا من المواد الطبية، لأن حاملة الهليكوبتر وسفينة المستشفى ديكسمود قد استقبلت الجرحى الغزاويين. وأود أن أشكركم جزيل الشكر على كل ذلك. والوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة يوما بعد يوم، ولقد تكلمنا معا عن بعض جوانب التعاون الأخرى في هذا المجال. إن الإسرائيليين والفلسطينيين لهم الحق في العيش بسلام وأمان جنبا إلى جنب في حدود معترف بها قائمة على خطوط 1967، وقطاع غزة يجب أن يكون تابعا للدولة الفلسطينية المقبلة. هذا الموضوع كان أيضا في صميم مناقشاتنا، وسوف نستجيب للحاجة
حالة الإنسانية الطارئة ونعمل من أجل وقف إطلاق النار، ولكن يجب أيضا أن نحضر لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة بإطار جديد وتشكيلة جديدة، وإن شرعيتها سوف تتوقف أيضا على الاحترام الحقيقي لسلطتها وخاصة من قبل الإسرائيليين، وسيتقف كذلك على قدرتها على تحقيق تقدم ملموس لأمن الفلسطينيين وللاعتراف بحقوقهم السياسية. لقد عملنا مع مصر على لمن أجل دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة. معالي الوزير، التحديات هائلة ولكن تعاوننا قوي، أنا لا أشك بذلك، ويمكنكم أن تعتمدوا على التزامي لكي نعمق الشراكة بين البلدين في كل المجالات، وسوف أكون سعيدا جدا باستقبالكم في باريس في الأسابيع أو الشهور المقبلة. شكرا على حرارة الاستقبال هنا.